شيك فام الإذاعة الأولى في تونس. زيارة من الساعة في الوقت الحاضر أنه فما الكورونا إن شاء الله ربي يلطفنا منها. أما الزوار المسلمين دخول مجانا من الساعة الثامنة الساعة الواحدة بعد الزوال، وموفرين دي جيل للزوار اللي بش يدخل ياخذ جيل، أما الأوبليغاتوار عليه البافيت، هذيك اللي ما عندوش بافيت ما نجمش يدخل معناته. بالنسبة للنساء ولا البنات يزم تبدأ زادة فولارة متاحة من عندها، ولا شخص في شورت ما نجمش يدخل، يلزم معناتها لباس محترم للدخول الجامع، والبافيت اجباري اوبليغاتوار. بافيت في الدار، حضرت راحي، جيت لبست كمامه وجبت السجاده نتاعي وانا تو داخل نصلي ان شاء الله. الحمد لله اليوم توضينا في الدار وجبت معايا سجاده وكمامه وصلينا جماعه الظهر ان شاء الله ربي يتقبل جماعة. محمد اخوك محمد الشابي قائم بشؤون هنا في المسجد، مسجد جماعة عقبة. اليوم تم استئناف رجوع الصلاة والحمد لله، ما لقيناش إشكاليات كبيرة مع المواطنين ولله المنة والفضل. فما تجاوب، فما اللي جايب سجادته وحده ومنظم ومبافاته ومريق لأموره، قليل اللي تلقاه غافل ولا راجل كبير ولا مش منتبه. حضرنا له كعب، عندنا بكوات تاع بافات جابوهن جمعيات واحد بارك الله فيهم مشكورين. اللي يكون مش لابس ولا حاجه نعطيوه، متقبلين الوضعيه وربي يقدر لنا خير وان شاء الله ربي يعجلنا بالشفاء ان شاء الله ربي يزيح علينا غمه بجسد النبي. الله اكبر. لا